مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على العقوبات الأمريكية على هيئة ميليشيات الحشد في العراق ورئيسها فالح الفياض في ظل استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المتظاهرين والمدنيين، ينضم إلينا الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. أهلا بكم أستاذ حسين. بداية، عقوبات على رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض فرضتها الخزانة الأمريكية لدوره في قمع المتظاهرين، كيف ترى هذه العقوبات وتوقيت فرضها؟ يعني أشكرك على الاتصال، حياكم الله. والحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ما مارسه رئيس الوزراء المالكي فيما مضى، فاتحة ملفات لكل الناس. نعم. يا اللي يحكي ملفك يمي، كان يقول المالكي. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية أي شخص يعني لا ينسجم مع سياساتها أو سلوكها تفتح له الملف. كل الفاسدين في بغداد وكل الميليشيات في بغداد وكل النخبة السياسية التي سطت على أموال العراق لديها ملفات في الولايات المتحدة الأمريكية. ما نعم. تبقى للولايات المتحدة أنها تمسك بتلابيب المال والدولار والنفط في العراق، وهي بالتالي قادرة على كبح جماح كل الفاسدين ومعاقبتهم ولاحقتهم. نعم. هل ستفعل ذلك؟ أنا لا أظن. هي تفعل ما يخدم مصالحها آنيا أو تكتيكيا، نعم. وترك الحبل على الغارب لكل سراق العراق من اليسار إلى اليمين. اليوم الفياض لتصريحاته يعني العنترية في مواجهة الولايات المتحدة وانحيازه للموقف الإيراني بالمطلق يوضع على لائحة الإرهاب. هل أعتقد تعتقد، أنه يعني الآن تطرقت حضرتك أستاذ حسين لموضوع الجانب الاقتصادي وتأثير هذه العقوبات أو ما تقوم به الولايات المتحدة على الجانب الاقتصادي بالنسبة للأحزاب والميليشيات في العراق، هل تعتقد أن مثل هذه العقوبات يمكن أن تؤثر على تمويل الميليشيات التي هربت أموالها للخارج؟ من فتح باب تهريب أموال العراق وباب سرقة أموال العراق هي مشاريع القوانين الأمريكية، قانون مزاد العملة اللي شرعته الولايات المتحدة. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ضبط المال في العراق وضبط الأموال في العراق، أسهل شيء عليها أن تعمل عقوبات على الفاسدين، بمعنى تستطيع أن تحمي الأموال العراقية. فهل هي جادة؟ هذا السؤال مهم. هل هي لو تريد الولايات المتحدة الأمريكية تسقيط الوجود الإيراني في العراق وتحميل إيران تبعياته الهائلة اقتصاديا، نصف الميليشيات بتطير إذا راح المال من العراق. نصف الميليشيات تتغذى من من؟ لا تدفع إيران دولارا واحدا على الميليشيات. بالعكس، هي يمكن مصدر دخل لأجنحة في النظام الإيراني الميليشيات والبنوك الموجودة تعمل تحت يعني نظر وبصر الإدارة الأمريكية. الأمريكان كاذبون، كل ما يهمهم أنه هذا العراق يبقى في حالة احتراب وفوضى، توظف أزماته في خدمة المشروع الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية ليس إلا. طيب، ألا تعتبر هذه الخطوة على أقل تقدير هي رسالة غير مباشرة لإيران وميليشياتها بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، نوع من التهديد لإيران وللميليشيات الموالية لها في العراق بأنها تحت اليد الأمريكية وقت ما شاءت؟ هي هذا التحذير يعني قائم. أمريكا يعني محكمة الحصار على إيران صار لها سنوات، وتزداد العقوبات والحصار على إيران. وإيران تدير نفسها بالتقشف، وتدير نفسها بالتحايل، وتدير نفسها بعلاقات خارج إطار النظام المالي الأمريكي أو العالم المتعارف عليه. وبالتالي هي تعاني. يعني أول نقطة، إذا استمعت مبارح لخطاب الإيرانيين سواء خامنئي أو الحكومة الإيرانية، أنه ما بنرجع للطاولة إذا ما بتشيل العقوبات مسبقا. يعني بمعنى أنه هم العقوبات مؤذية للإيرانيين. بالتأكيد هي مؤذية، تعايشوا معها بذكاء، بهذا يجب أن نعترف. لكن يجي العراق متنفس إضافي. العراق متنفس إضافي لخدمة السياسات الإيرانية بلا كلف، لأنه الكلف في العراق. ومن دهنه قليله بالمصلاوي. ف
فالمشكلة هنا، المشكلة أن مشكلتنا مع الولايات المتحدة وليست مع إيران في هذا الموضوع. يعني إذا ما استولينا على أموالنا وإذا ما أبعدنا الفاسدين لن يتبقى لإيران أدرة تعمل. نعم، يعني إلى أي مدى برأيك ستحد هذه العقوبات من أنشطة فلح الفياض والميليشيات الحشد بشكل عام؟ يعني إذا كانت كما تفضلت بأنها من الناحية النظرية ربما غير جدية بالتعامل مع الميليشيات، ربما هي مجرد دعاية إعلامية إذا صح التعبير أو شو إعلامي من أجل ربما إيصال رسائل مبطنة إلى إيران، لكن هل ستتأثر الميليشيات على أرض الواقع؟ الأصل في الموضوع أنه النخبة السياسية الممسكة بزمام السلطة تتأثر وتتأثر بشكل كبير، لأنه كل أموالها خارج العراق. بكبسة كمبيوتر واحدة من وزارة الخزانة في أمريكا بتوقف كل حساباتهم في الخليج وكل حساباتهم في لبنان وكل حساباتهم في تركيا وكل حساباتهم في الأردن. يعني ستسقط هذه الطبقة وستستولي الولايات المتحدة الأمريكية على أموالهم. على شلون توظف هذا الاستيلاء، شلون توظف هذا التجميد، هذا شأن آخر. تسرق أمريكا تعاود ضخه لحساب العراق والدولة العراقية في وقت لاحق، هذا شيء مختلف. لكن الصراع مع الإيرانيين وأذرع إيران في المنطقة وحلفاء إيران بالمنطقة شيء مختلف، شيء آخر. لأنه المعركة هي معركة، يعني معركة وجود بالنسبة للطرف الإيراني. الولايات المتحدة قد تخسر وقد تكسب، يعني هي ليست معركة وجود للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتلاعب بنا، تتلاعب بسوريا، تتلاعب بالعراق، تتلاعب بلبنان، تتلاعب في الخليج. لكن إذا ما خسرته صوت بالنسبة للأمريكان. الإيراني اليوم بخوض معركة وجود ولن يسمح، وسيوظف كل ما لديه من إمكانيات لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني علينا أن نرى المشهد بأبعاده الكبرى. صحيح أستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، أشكرك شكرا جزيلا.